السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طريقة تبييض الجسم الطبيعي. سوف نحضر هذه المكونات: نصف كوب من قطع البابايا الطازجة، معلقة صغيرة من العسل، ووعاء للخلط. طريقة التحضير: توضع قطع البابايا في وعاء الخلط وتهرس جيدا للحصول على معجون ناعم وسميك، وأيضا يضاف العسل إلى معجون البابايا وتمزج المكونات جيدا، وأيضا نقوم بوضع المزيج على البشرة ويترك عليها حوالي 20 دقيقة إلى 30 دقيقة. تغسل البشرة بالماء الدافئ، إياكم الماء البارد فهذا يسبب مشاكل، وأيضا تشطف البشرة مرة أخرى بالماء الساخن ثم تجفف بالطبطبة، وتكرر الوصفة كل ليلة قبل الذهاب إلى النوم. ملاحظة: لا ينصح باستعمال هذه الوصفة لمن يعانون الحساسية من البباية ومنتجاتها. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.